معايا ايضا كابتن ايمن يونس، مره اخرى وصلنا باقدام الاخرين، الاخطاء واضحه وفادحه، ايه فين يعني، هو في ايه، هو في ايه يا كابتن ايمن؟ في ان الحظ بيحبك ومازال مصمم عليك مش اكتر، لكن احنا في مرحله صعبه قوي، لان اذا كان اللي فات استصعبناه في اللي جاي اصعب. إذا كان اللي فات حمادة فاللي جاي حمادة تاني. فاحنا الواحد مش عارف يقول ايه. يعني احنا طبعا مضطرين كلنا ان احنا نزرع الامل، ومضطرين كلنا نتكلم ان في امل، بس لما تيجي تشوف الحقيقه والواقع هتقولي لا، ده ربنا يستر. ان لو عايزين هنكمل، لو هنكمل بالطريقه دي بالشخصيه دي هتبقى الامور صعبه قوي قوي، من اول فيتوريا لكتير من اللعيبه اللي موجوده في الملعب. حاجه غريبه بصراحه، لكن الحظ مصمم علينا، هو اللي الحظ ملاقينا. مصمم علينا، لكن تعالى بص على انا قاهرني الجون الاخراني اللي جه، قاهرني الجون الاخراني، انت ما عرفتش تحافظ على لا الكوره 3 دقايق في اخر الماتش. خلاص ما تنكديش علينا اكتر من كده. ما انا احنا مش قادره، يعني انا احنا محروق مش دمي. عارفين، مش عارفين نفرح. يعني احنا طلعنا الدور اللي بعد كده، بس لما تشوفي مكسوفين موزمبيق تعرف تتعادل مع غانا، هي اللي تقرر تطلعك وتطلعك بسهوله، والاجواء تبقى كده، وطالعين وكاب فيردي طالعه هي كبير العيله او كبير المجموعه. لا كيف كل فيردي تبقى حاجه، يعني عيب، عيب في يعني لا في خلل ما بصي، في ال في في ال خلل في الجمعيه بتاعتنا، في الشخصيه بتاعتنا، صحيح. في اسلوبنا، في طريقه ادارتنا للمباراه، تدويرنا للكوره، في خلل من عند فيتوريا ضارب في اللعيبه، لكن ما عندناش حل غير ان احنا نقف جنبهم لعل وعسى يحصل حاجة غريبة. بس منين؟ ما هو ما فيش أي شواهد لأي حاجة. كل الماتشات الشوط الأول بتاعك وحش، والشوط الثاني والله زمان يا تلاحي، واقعدي اجري وانهاجي وخبطي ورزعي. يعني مش قادرين نلاقي طريقة، مش قادرين نلاقي أسلوب. لكن بصي بقى، في الآخر لازم يبقى في وقفة، ووقفة هدوء، ووقفة إن إحنا مستنيين يبقى في رد فعل مختلف، ووقفة تركيز من الراجل اللي هو بيدير منتخب مصر. فيتوريا اللي تخيلنا فيه الكتير طلع كل كلامنا الخيال، نتمنى ان احنا نصل ان نعم احنا نقدر نلاقي نفسنا المرحله نعم الجايه. نعم لازم نشجعهم، مضطرين نشجعهم، لازم نسند ايا كان الاداء ايا كان الحظوظ، لازم نسند. في طب لعيبه بقى لازم نحترمها في وسط ده كله، يعني مصطفى محمد طبعا ومرموش وتريزيجيه، يعني دول ناس بصراحه مموتين نفسهم، مموتين. انا فلازم بس ياخدوا التقدير، أنا لازم نديلهم طبعا تقديرهم طبعا طبعا انا بس لازم بصراحه. اسالك في نهايه اللقاء ده، اخر 3 بطولات لعبنا 17 ماتش دخل فينا 6 اهداف، احنا عندنا 3 ماتشات دخل فينا 6 اهداف، يا حلاوة. مش راضي عليكي بقى انك كده قتلتي مش قلبي. قادرة، مش قادرة، مخنوقة يعني، متضايقة كتير دفاعنا، كتير. نص الملعب الدفاعي ودفاعنا، لا حاجة تخوف، حاجة تخوف. محتاجين توضيبة تانية، لازم فيتوريا يبقى واقعي، مش ماشيين مع بعض، الكيمياء مش راكبة، لازم ما يغير هو الكيمياء اللي جرب ورا. كل التوافيق والتباديل، مفيش، ما جربش حاجه، هو خرج بره. العلاقه بين حجازي ومحمد عبد المنعم وحشه قوي قوي، خلفيه شكرا الدفاع بتوعك وحشه قوي. شكرا كابتن ايمن سلام يا يونس، كابتن لمين، مع السلامه. شكرا 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 اعزائي المشاهدين.